دي الله يرحمها انا كنت بعرفها كويس قوي وبحس انها زي بنتي، وكنت بحضر لها معارض الرسومات اللي كانت بترسمها وبتعملها في ساقية الصاوي، وكان داخل المعارض دي بيروح للي زيها من مرضى الجلد الفقاعي، وكان عندها امل انها تخف، لكن للاسف الشديد المرض كان اقوى منها وماتت ياسمين. لكن فضلت روحها موجودة جوا روح أمها مدام هناء السادات، اللي قررت أنها تعمل جمعية خيرية عشان تعالج المرضى اللي زي ياسمين. ربنا يجعله في ميزان حسناتها ويرحم ياسمين ويسكنها فسيح جناته. وتعالوا نشوف التقرير عن الفنانة الصغيرة ياسمين السمرة وجمعيتها. شادي مريضة بالمرض الجلد الفقاعي مولودة به، اكتشفنا المرض يوم ولادتها. بنساعد مؤسسة المؤسسة وإشاعة مهتمية ليها، شاش عمليات أي حاجة بتحتاجها شاد ما بتأثرش فيها، ويكفي المؤسسة ديت رابحة روحها المعنوية. شاد قعدت 4 سنين عندها اكتئاب ما بتتكلمش مع حد، شادي بالنسبة للمؤسسة ديت هي دنيتها وهي بيتها. ماما هنا بنعمل الشغل ده وتودينا معارض ونتعامل مع الناس ونبيعها، وماما هنا بتودينا بتفسحنا وبتودينا خروجات وحفلات. بقالنا 3 سنين بنيجي المؤسسة هنا، ومن يوم ما جينا هنا واحنا عرفنا ان احنا نقدر نبقى شجاعين ونقدر نعتمد على نفسينا اكتر. انا بعمل شغل هاند ميد ما كانش في حد بيشوفه او بيعرفه، هي ماما هناء بتدخلني معارض وتوديني بازارات انا واختي وبنعرض شغلنا. هي جدي مولوده كده، كنت اختي بيها لان نعرف يعني ايه المرض اللي عندها دوت. الناس قالوا لنا على المؤسسه فجينا هنا، فالدكتوره قالت عرفت ان هو ده المرض الجلد الفقاعي، فهي بتدينا علاج ليه كل شهر وبتعتني بكل حاجه بيها. بقى بشكر ماما هناء بصراحه على اللي بتعمله معانا، وربنا يخليها لينا يا رب. وهي بجد يعني بستنا، ولما تبقى قاعدة ببيتها بتودينا معارض وتبقى بتودينا رحلات، وبجد يعني يا بتبسطنا يعني ربنا يخليها لينا وما نحرمش منها أبدا. وأنا بعرف ألون وأعرف أغني وبعرف أمس. كنت بعاني من التنمر وكان الناس بتقعد تبصلي وكنت بعيط وبزعل. دلوقتي لما بقيت قوية ما بقتش أخاف من حد وبقيت أواجه يعني الناس وكده. احنا دورنا هنا في مؤسسة ياسمين ان احنا بنوعي الام ازاي بتتعامل مع طفلها، وساعات بيجي لنا اطفال فبنشوف الحالة نفسها وبنبعتها لدكتور جلدية بيبص عليها وبيكتب تقرير عن الحالة، ومن خلال التقرير اللي بيعمله احنا بنتولى بقى العناية بالطفل من الادوية ومن الشاش ومن الاحتياجات بتاعته. انا بنتي ياسمين يعني اتولدت بالمرض ده بس كان خفيف جدا جدا. كل الدكاترة قالوا لي انت عاملي معاها كوم، كان المعارض بتاعتها كلها بتلاقي استحسان جامد جدا من الناس، ولما كانت بتبيع اللوحات بتاعتها كانت بتتبرع بالريعه للاطفال المحتاجين في القصر العيني اللي هم المرضى بانحلال الجلد الفقاعي. وفي خلال المعرض كانت هي بتعمل نوع من التوعيه للناس، كانت بتسالها. بقوا ناشد المجتمع وبناشد كل المسؤولين في مصر ان هم يدرجوا مرض انحلال الجلد الفقاعي في 5% اللي هم الاعاقه، لان هم مش مندرجين تحتها. ده الطلب بتاعهم المجمع كله. وفي نفس الوقت انا احب ان هم يبقوا تحت مظله التامين الصحي علشان تكلفه المرض ده هو عالي جدا، فياريت يبقى برضو وزارة الصحة عاملة نوع من التأمين لهؤلاء الأطفال.